السلام الله عليكم وتحيه لجميع متابعي ومشاهدي قناه عثمان برشلونه في كل مكان، ودائما وابدا كما العاده كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. خوتي كما شفتوا معايا في المقدمه، هذه فيديوهات عند وارديا سيفيل وعند موسوس دي سكوادرا، فيديوهات ديال هاد العصابات اللي كيعترضوا السبيل ديال الجاليه المغربيه ملي كتكون في الطريق ديالها في اتجاه الجزيره الخضراء. ودائما والاغلبيه في الابي سي دي. غادي نشارك معكم فيديوهات، يعني الطريقه كيفاش كيديونا الامتعه ديالنا وكيفاش كيعترضوا السبيل ديالنا. هذه فيديوهات غادي تكون تحذيريه، وكنتمنى انها تنال الحق ديالها من الاعجاب والبارطاج. كنتمنى انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، باش يعني نمشيو دائما هادشي كنعملوه باش نمشيو امنين سالمين ونرجعوا كذلك امنين سالمين. هاد الفيديوهات هي باش تشوفوا الطرق والحيل اللي كيستعملوا هاد قطاع الطرق. ومهم هاد الفيديوهات يعني باش تردوا البال، عندهم بزاف ديال الطرق، والغريب في الامر انه من كيتم القبض عليهم، راه تم القبض عليهم، ولكن كيطلقوهم. يعني كاين كاسوس اللي الخويس يعني اوردينا، يعني باش يكون واحد اليخامينتو، يعني واحد البعد على داك الاماكن اللي كتكون فيهم السرقه بحوالي 200 متر، هذا هو الحكم. المهم اخوتي لاحظوا معايا مزيان وشوفوا كيفاش كيعملوا باش ردوا البال اخوتي. المهم غادي نبداو بهذا. شوف هاد السيدة مغربية، هادي في النواحي ديال فالنسيا أليكا. شوف ردوا البال، شو كيفاش، شوف راه كيدوزو حتى في البياخي راه. المهم هادو كان تم القبض عليهم، ولكن كيتم اطلاق ديال السراح ديالهم. شوفوا حتى الدرهم يعني كيهضروا. شوف هادو. المهم هنا غادي نشوفوا فيديو اخر ديال موسو دي سكوادرا، وغادي تشوفوا شوف كيفاش كيوقفك او كيوقفوك. شوف كيجي واحد كيلهيك وكيقول لك اجي من الجهه هذه، يعني هو واقف تما كيقول له نو اجي من هنا. كتشوفوا ها هو غادي ينزلوا بجوج، وياخر كيرجع باللور كما كتشوفوا هنا في الصوره. بس ما توقفوا حتى شي واحد اخوتي، شتو شحال تلحق تلحق الريح، شتو ردوا بالكم اخوتي، ما عندك ما تلحق فيه. شوفوا فيديو اخر، شوفوا معايا هنا. وشوفوا هذا كذلك، شوف هنا اريا دي ديسكانسو. شوف هنا يعني كيفاش، شوفوا هادو اوتوريس يعني نقولوا حنا هادو قطاع الطرق. شوف كيفاش غادي يرجع، هادو بيكتيماس، هادو موالين طوموبيله حمراء، وعليه هو كيوقفوا ومعاه اخرين في الطوموبيل كما كتشوفوا. ها كيقولوا نزل نزل، هادو ناس كبار مساكن. شوف باغي يديهم جهه اخرى كما كتشوفوا، وشوف اخر كيفاش رجع باللور وكيفاش غادي ينزل، لان اذا مشاو تشبروا الطريق تريسا وتوريس يعني ثلاثه هما بيهم، واحد كيسوق واحد كيلهي واحد كيخرج واحد كيبقى في بولانتي واحد كيلهيهم. شوفوا كيفاش كيلهي، ما توقفوا الحاد، ردوا بالكم بزاف. واخا يقول لكم شي واحد هذا نو ما توقفوش. شوف
هو مشى هز اللي هز يا خورا، هو شوف شحال كيلاهيهم هالفيديوهات لابد منهم، لان حتى شي واحد ما يطيح عليه هذا الشيء هذا اخوتي، وتسرقوا الناس بزاف. كنتمنى اي واحد يعني عنده المهم سرقوه ولا هذا يخلينا التعاليق ديالو ويعاودنا التجربه ديالو في التعاليق. شو اخوتي يعني كاينه فيديوهات عديده، انا بغيت نشارك معكم بعض الفيديوهات باش تشوفوا الطرق وال يعني الحيله اللي كيستعملوا هاد النصاب. وكما قلت لكم راه كيتم القبض عليهم وكيتم يعني الاطلاق ديال السراح ديالهم بسرعه، يعني تمشوا يعني الاوردين ديال خامينتو. راه سبقنا شاركنا معكم يعني هاد بزاف ديال الاحكام على هاد الناس هادو اللي كما قلت لكم راه كيطلقوهم بالزربه، وهذا كيشجعهم على انهم يعاودوا يعني يرجعوا، وخاصة دابا يعني هما عارفين من بعد يعني التوقف الطويل ديال ديال يعني ثلاث يعني ثلاثة ولا جوج ديال السنوات وما كاينش هاد عملية مرحبا. دابا هاد الناس راه عارفين وراه غادي تربصوا بينا، ولهذا كنحضركم بزاف ردوا البال اخوتي. الناس اللي كيشبروا الطريق يعني عليها الأغلبية كيضطر، واخا كيكون داك هذا غالي كيضطر يشبر باش كيمشي آمن مع وليداتو، لأن يعني الطريق وخاصة الإنسان إذا قدر يعني يتجنب الليل يمشي بالنهار حسن، فاهمنا أخوتي. المهم غادي تكون يعني فيديوهات كثيرة باش وكنتمنى يعني البارتاج ديالكم واللايكات ديالكم باش هادشي هذا يوصل، باش ما بغينا حتى شي واحد ما يتسرق، كل شيء يكون يعني رد باله بزاف، يعني كثير من الحيطة والحذر أخوتي في الطريق، بغينا كل شيء يمشي آمن يعني ما يوقع لنا حتى شي حاجه، تفهمنا اخوتي. لانها صراحه كنعانيو من كل شيء يعني من جميع الجوانب كنعانيو، يعني هذا الشيء هذا الغلاء ديال التذاكر، هاد المره البي سي ار الجواز ديال اللقاح، يعني باش نمشيو بلادنا راه كنشوفوا الويل. وما اخوتي كنتمنى يعني انكم تبارطاجيو تلايكيو بزاف، وانا دائما غادي نبقى يعني نبحث على فيديوهات ديال راه كاينه موجودين بزاف ديال الطريقه كيفاش كيسرقونا هاد الناس هادو. راه بلا شك راه كاين الالاف ديال المغاربه اللي تسرقوا في الطريق السيار خاصه هنا في اسبانيا. المهم ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.